من القامشلي معي عبر الهاتف العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة العميد. إذا كنتم قد هددتم قبل هذا، بعده ما الموقف؟ أولا تحية لك والمشاهدين. أهلا وسهلا. بالنسبة للموقف الآن، قوات الحشد الشعبي طبعا هي تمتثل لأوامر مجلس الشعب و القائد الأعلى اللي هو حيدر العبادي. يعني قوات الحشد الشعبي ليس مخولة بدخول الحدود السورية، ولكن هي بالقرب من الحدود. دخلوا مدينة صحيح كما ذكرت في قصيبة والبوارزي، ولكن الآن لا يوجد لهم أي تقدم وهم ثابتين بالمكان. وعلى ما يبدو أن النظام السوري فهم الرسالة بشكل خطأ، حيث حاول أيضا التقدم عن طريق التنف باتجاه الحدود السورية العراقية ليكون يتصل مع الحشد الشعبي، ولكن تم ضربه من قبل قوات التحالف، والآن هذه الحالة تقريبا تضمحل.